بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور عبد الخالق حامد عبد الخالق، لواء طبيب وأستاذ في الأكاديمية الطبية العسكرية. الحقيقة إحنا داخلين على أعياد السكر، فيوم السكر العالمي 14 نوفمبر، والنقطة المهمة كمان إن إحنا السنة دي بنعيش المئوية أو 100 سنة من اختراع الانسولين اللي في الاول انقذ حياه ناس كتيره من النوع الاول للسكر عشان ظهر الانسولين. الحقيقه الانسولين اول ما ظهر كان انسولين حيواني، بعد كده حصل تطور من الانسولين الحيواني للانسولين الادمي، وبعد كده حصل تطور تاني ان احنا عملنا تعديلات في الانسولين بحيث ان احنا حصلنا على انسولين طويل المفعول وانسولين قصير المفعول بكفاءه احسن واقل في اعراض نقص السكر. الانسولين الحقيقه مش ممكن حد يستغنى عنه. في النوع الاول هو العلاج الوحيد اللي بناخده. النوع الاول هو غالبا بيحصل في السن الصغير وغالبا لا يعالج الا بالانسولين. في النوع الثاني برضو الانسولين له اهميه لما يبتدي الاقراص تبقى نتيجتها مش كفايه، فبندي جرعه واحده من السكر من الانسولين قبل النوم من الانسولين طويل المفعول، واحيانا برضو بنضطر ندي معاه الانسولين المائي. الحقيقه بالنسبه بقى للسكر لما يبقى مع مرضى الكبد بنقابل حاجه مهمه جدا، سكر مع تليف كبد بيبقى سكر غريب جدا، بيبقى الصايم مظبوط وبعد الاكل هو اللي عالي، فالنصيحه ان احنا نعمل الاثنين. النقطه الثانيه لما بنيجي نعالج السكر في مرضى تليف الكبد من الضروره جدا ان احنا نبقى حريصين في استخدام الانسولين عشان العيان دوت يعني غالبا بيبقى عنده استعداد سريع لحدوث نقص السكر، وبالتالي بنبتدي جرعات الانسولين جرعات صغيره ونرفع الجرعات دي حسب حاله المريض. شكرا لحضراتكم.